من الفرق الأربعة العربية يصلوا للدور الثاني ويورجونا أداء غير كل الأداء اللي كان يورجونا إياه بـ 2018 واللي قبل بالسنين. بنرحب بيك معنا في واضح. أهلا بحضرتك. هتتابع مباريات كأس العالم؟ أكيد أكيد طبعا هتابع مباراة كأس العالم، بالرغم أن بلدي مش مشتركة في كأس العالم، بس لازم أتابع لأن أنا مصري زي أي مصري يتابع الوطن العربي كله في كأس العالم. الأخ أسكو راح تفرج مباراة كأس العالم ولا لا؟ بينسون نشوفوها جا خطرة في ربع سنين تعصى نشوفوها. أي بس المباراة اللي بحبها يعني. وي راح نتبع كوب ديموند، ولكن ماشي بشغف كبير لغياب المنتخب الوطني. أنت بالعادة بتتابع كأس العالم؟ أوقات يعني في ممكن تابعها إلي يعني مراء أني تابعها. وشنو هو الفريق اللي حتشجعوا في كاس العالم؟ بالك البرتغال هكذاك بون على جا كريستيانو وبالك وركي نحبهم عند ربي نحبهم. بدي شجع انا فريق الارجنتين وبتمنى ياخذ كاس العالم لانه هذا اخر كاس عالم للاسطوره ليونيل ميسي. هتشجع اي فريق؟ انا عاده بحب البرازيل. منتخب الارجنتين باذن الله. هلا بشجع المغرب والسعوديه، بس المغرب اكثر انه اقوى. الارجنتين باينه باش يديها ميسي يكمل كارير تاعو شباب. بس انا مشجع المانيا، بحب اللعب الالماني وبشجع اللعب الحلو يعني. ما كاش هكا فريق سبيسيال، مي بالك البرازيل اكيد الارجنتين عشان ميسي. مين بتتوقع يفوز بكاس العالم السنه؟ هلا هي السنه يعني في عندك بين المانيا او الارجنتين. اعتقد يا المانيا يا البرازيل. بتمنى الارجنتين انا وبتمنى الفرق الاربعه العربيه يصلوا للدور الثاني ويورجونا اداء غير كل الاداء اللي كان يورجونا اياه ب 2018 واللي قبل بالسنين. انا رشح بالك فرنسا الالمان ولا الارجنتين بالك ما ميسي يحوس على الخرا تاعه. يعني انا بتمنى يكون المانيا. يعني بتوقع الارجنتين، انا بحب ميسي وكذا. امنياتي ان البرتغال تكسب او قطر، لان قطر طبعا دوله شقيقه وطن عربي جميل، احب انها تكسب كاس العالم لان يرفع من شان العرب في كل مكان. وشنو هو الفريق اللي ترشحه يفوز بالكاس؟ كيف الارجنتين ميسي اللي راح يديها. برازيل اكيد فاسموس برازيل اللي تديها، عندها ايفيكتيف شباب بزاف مقالي كوتي سوا ديفونس ميليو لا اتاك، شغل قويين في كلش. ما يا ارجنتين يا برازيل، ما فيش ثالث.